رسالة تقطع القلب من ابنة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها. ابنة الفنان رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية، لم تفقد الوعي. أصيبت بورم في الغدة، وعادل إمام كسر أزمتها النفسية، 7 أزمات تخطتها رجاء الجداوي. ترجعين بألف سلامة نرمين الفقي تدعو للفنان رجاء الجداوي، الكل بيحبك يا غالية. روجينا تكشف الوعكة الصحية التي تعرض لها أشرف زكي بسبب رجاء الجداوي. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب رجاء الجداوي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للفنانة المصرية. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. ابنة الفنان رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية، لم تفقد الوعي. كشفت أميرة حسن مختار ابنة الفنان رجاء الجداوي تفاصيل تطورات الحالة الصحية لأمها المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والمتواجدة داخل إحدى مستشفيات العزل بمحافظة الإسماعيلية منذ شهر، وسط انتشار أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور حالتها. وقالت أميرة مختار في تصريحات لموقع CNN بالعربية مساء الأربعاء: والدتي ما زالت تحت جهاز التنفس الصناعي بمستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، ولكنها لم تفقد الوعي، فقط يتم تخديرها من جانب الأطباء لتحمل وجود أنبوب التنفس الصناعي عبر القصبة الهوائية لدفع الأكسجين للرئتين وإطعامها عبر أنبوب موصل بالمعدة. وأضافت أن الأطباء أخبروها أن وضع والدتها على جهاز التنفس الصناعي به خطورة عالية جدا، متابعة أنها على ثقة بالله في شفاء أمها التي تحملت معاناة كبيرة مع هذا المرض الشرس بكل صبر ورضا، وأنها لا تتوقف عن الدعاء للخير خالق هي وكل محبيها لإتمام شفائها. وأشادت أميرة مختار بجهود الأطباء الذين يعالجون والدتها، أمها قائلة: إن الأطباء بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي يقومون بدورهم على أكمل وجه، وليس هناك تقصير في علاج أمي داخل المستشفى. وكانت أميرة مختار قد نشرت عبر حسابها على فيسبوك حوارها مع أمها، قائلة إنها عندما تفقد الأمل تجد والدتها تشجع وتدعوها للثقة في قدرة الله. أصيبت بورم في الغدة، وعادل إمام كسر أزمتها النفسية، 7 أزمات تخطتها رجاء الجداوي. بعد مرور أيام على تواجدها داخل مستشفى العزل بأبو خليفة، لم تستقر الحالة الصحية للفنان رجاء الجداوي حتى الآن، كما تقول ابنتها أميرة، والتي لم تتخلى عن الأمل حتى الآن: لما كنت أقول لمامي دي خلاص ما فيش أمل، تقولي ما تقوليش كده يا أميرة، ولا تعلمي ربك قادر، يحيي العظام وهي رميم، دي ثقتها دايما فيك يا رب. خلال مشوارها الفن الطويل، مرت الفنان رجاء الجداوي بالعديد من الأزمات، لكنها تخطتها بثبات وقوة. مصر اليوم ترصد بعض تلك الأزمات خلال التقرير التالي. بدأت الفنانة القديرة رجاء الجداوي حياتها الفنية بأزمة مع تحية كاريوكا، كما روت في لقاء تلفزيوني، إذ قالت إنها عندما كانت في 14 من عمرها تركت خالتها تحية من أجل العيش بصحبة أمها، حيث كانت ترى أن أمها في احتياج أكبر من خالتها، وهو ما تسبب في صدمة لتحية كاريوكا التي تولت تربية رجاء منذ أن كان عمرها 3 سنوات. وفي أحد الأيام أثناء تواجد رجاء الجداوي بصحبة والدتها، ذهبت في يوم من الأيام لشراء هدية لها، لكنها فوجئت بشخص يقف خلفها ويخبرها بكونه يبحث عن فتاة في عمرها من أجل فيلم غريبة. وحينما علمت تحية كاريوكا بالتحاق رجاء بالفن غضبت بشدة، وظلت رجاء بعيدة عنها ل4 سنوات سرعان ما عادت علاقة الحب والمودة بين رجاء وخالتها تحية. واعتبرت رجاء الجداوي أن تواجد أي شيء جيد في حياتها يرجع إلى خالتها تحية كاريوكا. حقيقة وفاة الفنان رجاء الجداوي في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي. أجرى اليوم 7 لايف أمام مستشفى الإسماعيلية المخصص للعزل الصحي، كشف خلاله حقيقة الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية بوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، وهو ما نفاه الفريق الطبي المعالج بالمستشفى. ونفى مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية الشائعات التي تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي،
مؤكدا انها ما زالت بالعناية المركزة ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن انبوب متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة الى الرئتين، ولا يمكن ازالة الجهاز في الوقت الراهن لان نسبة الاكسجين في الدم من غير الجهاز 55%. كما نفى المصدر بمستشفى ابو خليفة اجراء مسحة رابعة للفنانة رجاء الجداوي التي تتواجد داخل العزل الصحي منذ 31 يوما. واكد المصدر الطبي في تصريحات لليوم السابع ان الفنانة رجاء الجداوي لم تجري منذ دخولها العزل الصحي بمستشفى ابو خليفة في 24 من مايو الماضي سوى 3 مسحات تحاليل PCR، كان الاول بعد دخولها بثلاثة ايام وظهرت نتيجته ايجابية، والثاني عقب حقنها بمصل لبلازما المتعافين بيومين وظهرت ايضا نتيجته ايجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال يومين الماضيين وظهرت نتيجته ايجابية. وتدهورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي واحتاجت الى جهاز تنفس صناعي اختراقي، كما تم منحها ادوية لدعم جهاز التنفس الصناعي الخاصة بها. وتابع المصدر الطبي ان الفنانة رجاء الجداوي ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى ابو خليفة، وتم نقلها من جهاز السيباب الى جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الاكسجين في الدم لديها من غير التنفس الصناعي 55%. وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي العزل الصحي بالإسماعيلية شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرا التي طلبت مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلا من نشر وترويج الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي. عندنا أمل. رئيس لجنة مكافحة كورونا يفجر مفاجأة حول حالة رجاء الجداوي. أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان أن الفنانة رجاء الجداوي لم تحصل على علاج بلازما المتعافين 3 مرات موضحا مرة واحدة فقط. وقال حسني في مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن إن التعامل مع الفنانة القديرة يكون بالمماثلة لأي مريض آخر، وإن مروجي شائعات حصولها على بلازما 3 مرات عارية تماما من الصحة، موضحا ما تتلقاه رجاء الجداوي يتلقاه أي مريض آخر. وتابع عندما تلقت رجاء الجداوي العلاج ببلازما تحسنت حالتها، ولكن بعض العوامل الطبية الأخرى أدت إلى عدم تحسن الحالة خلال الفترة الأخيرة، مضيفا نتمنى لها الشفاء ولو لم ننجح فهي إرادة ربنا، الحالة ليست جيدة لكن عندنا أمل. وتتلقى رجاء الجداوي العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية وأجريت لها 3 مسحات أكدت استمرار إيجابية إصابتها بالفيروس، ونقلت الى العناية المركزة في 2 يونيو الجاري بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الاكسجين في الدم. ادعو لها. ابنة رجاء الجداوي تتحدث لمصراوي عن اخر تطورات حالة والدتها الصحية. كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن آخر تطورات الحالة الصحية لأمها التي تتواجد بمستشفى أبو خليفة المخصص لعلاج المصابين بكورونا. وقالت أميرة في تصريحات خاصة لمصراوي: والدتي وضعها كما هو ولا تزال حالتها حرجة، أطلب من الجميع الدعاء لها بالشفاء وأن يرفع المولى عز وجل عنها هذا البلاء. وأضافت: والدتي لم تجري أي مسحات وما تردد حول إجراء مسحة رابعة، كلام عار تماما من الصحة ولا أساس له، ووضع الكورونا لديها لا زال إيجابي. غائبة عن الوعي، مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل، حالة رجاء الجداوي غير مستقرة. أكد مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية أن حالة الفنانة رجاء الجداوي غير مستقرة بعد نقلها من جهاز السيباب لدخل الأكسجين إلى جهاز التنفس الصناعي الحنجري الاختراقي، مضيفا أنها في حالة حرجة وغائبة عن الوعي، وحالتها لم تتحسن أو تتدهور مع انخفاض نسبة الأكسجين في الدم. وأوضح المصدر أن الأمر تخطى مرحلة العلاج من فيروس كورونا الذي لا تزال تعاني منه إلى التهاب شديد في الرئة، ما دفع الفريق الطبي المعالج إلى وضعها على جهاز التنفس الصناعي، موضحا أن قوة الفيروس تمكنت من حدوث تلك المضاعفات ومهاجمة الجهاز المناعي، خاصة مع عامل تقدم السن الذي يؤثر في الاستجابة للعلاج. وتواصل الجداوي تلقي العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية منذ نحو شهر، وأجريت لها 3 مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس، وحصلت على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين، ونقلت إلى العناية المركزة في 2 يونيو الماضي بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.